الزواج قسمان، القسم الأولاني عقد قران، إجراء عقد القران، هذا شيء، والبناء يعني الدخول على الزوجة هذا موضوع آخر. فأما إجراء العقد فهذا أمر يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد، يعقد على حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان، مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين، هذا مجرد عقد إيجاب وقبول بين، بس الولي يكون هنا هو الأب لأنه ولي مجبر فتصير زوجته. لكن هل الفتاة أو البنت محل للدخول أم لا؟ طبعا. وكم سن الدخول المناسب؟ هذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الأعراف عند الناس. في ممكن في اليمن كانوا يزوجوا من 9 و10 و11 و8 و13، في بعض الدول تزوج من 16، في بعض الدول أصدرت قوانين ألا يتم الدخول إلا بعد 18 عام. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات وبنى عليها، يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. يقول 6 سنوات. لا، عقد عليها وهي 6 وتزوجها. العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول في 9 سنوات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسوة حسنة. بس خليني أوضح لك شغلة. ولكن طبعا أنا سؤالي لك إنه واحد عمره 12 سنة، واحدة عمرها 11 سنة، هل هذا الزواج منطقي مجاز شرعيا؟ إذا كان الولي الأب، الولي ما هو الولاية تنقسم إلى قسمين، يا يكون الولي هو الأب، فإذا زوج الأب ابنته على الرجل الكفل لها فهذا طبعا زواج صحيح. يعني في ظروف للناس، واحد رجل عنده بنتين 3 4 وطبعا يريد أن يسافر لديه ظروف، طيب ونريد هل تضيع هذه وليس لديها محارم، أليس من الأفضل أننا نعقد لها على إنسان تبقى عنده حتى يصونها وحتى يصرف عليها، فإذا ما بلغت سن الدخول دخل عليها. ومن قال أن الناس كلهم ذئاب كاسرة؟